هي الحياه مني كتموت لك الام ديالك اخويا. الزنقه خرجت للزنقه، خرجت للسارقه، خرجت نعس في الزنقه، خرجت بزاف الحوايج خايبين. حياه الاجرام اخويا، حياه الاجرام، اجرام سارقه بزاف ديال الحوايج اللي خايبين. انا السبب ديالي الزيغه والبليه والوفاه ديال الام ديالي وما لقيت لا حنين لا رحيم. انا خويا خرجت للطريق بزاف وعصيت الله بزاف وكنطلب من الله يسمح ليا. السلام عليكم اخويا، اخويا معك زهيرة الحراتي من الدار البيضاء. اخويا انا ام عزيبة ديال جوج وليدات، عندي جوج وليدات، واحد في العمر ديالو 6 سنين واحد 8 سنين. اخويا اش غادي نقول لك، انا مشيت هاد الصباح واحد المره واحد السيده في برا وقفات معايا على حساب الجمعيه، صيفطت لي نمره الجمعيه تاع التضامن النسوي. مشيت ليها دابا قلت لهم الاب ديال ولادي، حيت انا الاب ديال ولادي ماشي واحد، كل واحد والاب ديالو بوحدو. مشيت وقفت معاهم، عندي جوج وليدات، عندي جوج، واحد 8 سنين واحد 6 سنين كيقراو دابا بسميتي، حاطاهم بالكنيه ديالي باش كيقراو. مشيت دابا على حساب لا دي ان باش نديرهم مع باواتهم، مشيت ديت لهم السميه والكنيه والعنوان ديالهم فين كيسكنوا باواتهم، قلت لهم بغيت ندير لا دي ان. قال لي ما يمكنش ديري لا دي ان حيتاش ديك الساعه فاش ولدتي الاول كانت في عمرك 22 عام، ودابا ما عندناش حنا شي حل، ما كايناش لا دي ان كاع في المغرب، قال لك ما كايناش. وقالت لي كاع الا مشيتي للمحكمه غادي يشدوك في الحبس حيت انت غيشدوك بالفساد، فهمتيني اخويا؟ شكون هذه اللي قالت لك؟ قالت لي وحده في الجمعيه ديال المراه اللي قالتها لي، وقالت لي دابا غنخلي النمر التليفون خليتها لهم غير على حساب الوسخ ديال السجن دوزتو، دابا دازت 10 سنين وما حيدوش ليا، خليت لها النمرة ديالي غير باش يوقفوا معايا على حساب هاد الشيء خويا. السبب اخويا اللي ما نبغيش حتى شي بنت الناس توقع فيه هي الزيغه والثقه الزايده والتشرد. ومني كتعيشي في الزنقه وكتشوفي شي واحد غيقول لك كنبغيك ولا هادي وغتثقي فيه وغتمشي معاه، وفي الاخر مني غتحملي غادي تخرجي للزنقه، ما غاديش يعقل عليك. انا كنقول اي بنت الناس، اي وحده، ما تيقيش اختي، ما تيقيش حتى شي واحد، حيت اللي غيبغيك غيبغيوك والديك، ما غيبغيك شي واحد غادي يضحك عليك. انا دابا شنو هو السبب ديال هادشي كامل اللي كتلقايه؟ ولادي، ولادي هما الضحيه، اكبر ضحيه، لا ديالي انا لا ديالو هو. ماشي الناس يلوموني غير انا، لوموته هو اللي عنده كيشري راسو ومخلي ولادو لا عيد لا عواشر لا والو. انا الحمد لله تابع لي الله، دوزت بزاف ديال الحوايج خايبين نقدر ما نقولهمش دابا حيت الله سبحانه وتعالى سترني عليهم. حياه الاجرام اخويا، حياه الاجرام، اجرام سارقه بزاف ديال الحوايج اللي خايبين، اللي حشمانا من الله سبحانه وتعالى قبل من الناس. كنحشم من الله سبحانه وتعالى نهز في راسي وانا شنو كنت كندير وكندير، ولكن الله غفور رحيم اخويا. هي الحياه مني كتموت لك الام ديالك اخويا. الزنقه مني كتموت امك كيتشتت العش، كيقولوا المغاربه كيتشتت لك العش ديالك. انا كنت كنقرا في السابعه وفاش طلعت للسابعه ماتت لي امي وما لقيتش طابليه، ما لقيتش كتوبه، ما لقيتش حتى حضن اللي غيحضني من غير الله سبحانه وتعالى وواحد السيده اللي الله يسمح لها في هذا المنبر، الله يسمح لها، اللي كانت سبابي عيرتها انا بالبليه وقلت لها كميت القوار وما تقيش تدخلي عندنا، ومني ماتت امي دخلتني عندها وعطاتني البليه وعطاتني تات تغرست فيا البليه، وتقول لي شوفي يا زاهره فين وصلتي، شوفي انا يا داك الشيء اللي كنتي كتعايريني بها هو ولافك، وتغرست بيا البليه وكانت سبابي الشارع اخويا، وما كنلقاش باش ناكل، وكنت باقا بنت وكنت كنخاف على الشرف ديالي، ما نكذبش عليك اخويا، كنت كنخاف على شرفي. خرجت للزنقه، خرجت للسارقه، خرجت نعس في الزنقه، خرجت بزاف الحوايج خايبين،
ودوزت الحبس وانا باقا بنت وخرجت وغنتعرف على باوات ولادي. اللي واحد قال لي غادي نتزوج بك وانا كنت باقا ديك الساعه باقا ما والداش ولدي وتعرفت عليه ومشيت معاه في تيق سيرة غادي يوقف معايا وكيقول لي تيتي ما غنخليكش. ولدت معاه مني حملت قال لي سيري قلبي على فين من تلاصقي. وتسع شهور وانا كنبات اخويا بالزنقه، تسع شهور وانا كنبات بالزنقه وتشدني الوجع وانا بالزنقه وحياه لا يرثى لها. حتى الاب ديالي رجعني بولدي الاول ديك الساعه وداس من وراء عامين وجبت ولدي من الامارات وقال لي راه غادي نتزوج بك ونعترف بولدك بسميتي. وكانت هو تقتويره ماشي حتى انا هي المسؤوله الكبيره على هادشي كامل، حيت اشتقت المره الاولى وتقت المره الثانيه. وتا هو قال لي سيري قلبي في من تلصقي. ودابا كيعيطوا لي في التليفون كيعيط لي بط الثاني وكيقول لي سيري قلبي في من تلصقي واللي ما عنده سيدو عنده لالا سيري قلبي داك الحرامي في من غتلصقي. كنقول حسبي الله ونعم الوكيل في اخويا، حسبي الله ونعم الوكيل. انا اخويا عندي كانت عندي الدار في الكاريان، انا من حقي الاستفاده وعندي ورقيه باقي عندي كل شيء، من حقي الاستفاده في كاريان. وريبوا لي براكتي وقال لي تعطي مليون ونص باش غادي تستافدي. عندي السكن، انا با اللي شدني دابا بولادي، ولكن راه تبا شدني براجل كبير وانا اللي فهمتي انا اللي كان انا اللي محمله المسؤوليه ديال با وديال الدار وديال ولادي. وكنخدم اخويا وعندي الوسخ، ما حتى شركه ما كتبغي تقبلني وحتى شي واحد ما الحمد لله خويا ما نكذبش عليك. هاهي براكتي بكاريان وريبوها ليا طالبوا مني الفلوس باش يعطوني البراكه، مني انا ما عطيتهمش الفلوس مشى حقي في الاستفاده وضعت انا ولادي وخا محصيه بالولد ديالي الاول وبقات حياتي الضايع. انا خويا خرجت للطريق بزاف وعصيت الله بزاف وكنطلب من الله يسمح ليا. وانا دابا شي 4 شهور باش درت الحجاب وشديت طريق الله الحمد لله الحمد لله. هادشي ماشي درتو للعبد، هادشي لهاد الحجاب اللي درتو الله سبحانه وتعالى. عرفتي راسك بلي كنتي غلطه مع الله اخويا، غلطت مع الله وغلطت مع شي بنادم اللي كان كيبغي يستغني شي عبد كنشفر ليه ديالو حتى هو. الله يسمح ليا من اي واحد اذيتو اخويا الله يسمح ليا. ولكن اخويا ما نكذبش عليك كنطلب من شي محسن يوقف معايا، شي الناس ديال الخير ماشي الناس اللي كيهضروا ويعايروك في التليفون، شي محسن في قلبه الخير بغيتو يوقف معايا غير على هاد القضيه ديال التحاليل اخويا. انا ماشي ما عندي، انا عندي صحتي وعندي ان شاء الله عندي دراعي باش نخدم، ماشي وحده اللي فانيه قادره نخدم على راسي. ما كرهتش غير تحيدوا لي الوسخ ونمشي نخدم على وليداتي ونكبر وليداتي. وخا هاد الجمعيه قالوا لي ولادك غيكبروا بسميتك، ما نقدروش نديرهم في باهم في الحاله المدنيه. علاش انا بغيت شي محسن يوقف معايا باش ندير لا دي ان لولادي؟ ما بغيتش ولادي، انا هي غالطه بزاف، ما بغيتهمش يتلاقاو مع خواتاتهم اخويا. هادشي اللي ولينا كنوقعوا فيه دابا، ولا واحد كيتلاقى مع اخته يقدر يكون بينه وبينه شي علاقه وتكون السبب في هادشي هي انا ولا هو بواه. الله يرحم لكم الوالدين، اي واحد بغيت يوقف معايا يوقف مع زاهرة ديرني بنته يديرني اخته يعاوني باش شي ربي سبحانه وتعالى كيغفر الذنوب. كنتمنى ديروني اختكم، وبالخصوص ملي تشوفوني بهاد الحجاب ديال الله سبحانه وتعالى تحنوا فيا. وكنقول للدريات الله يرحم لكم الوالدين، اخواتاتي الله يرحم لكم الوالدين، استافدوا من هذه القصه ديالي تكون للعبره ليكم، ما بغيتكمش تطيحوا في هذا المشكل اللي طحت فيه انا اخويا. اخويا الوفاه ديال الام ديالي، حيتاش الام ديالك هي الساس ديال الدار اخويا. مني كتلقى ما كتكون حاط راسك على ميمتك وكتلقى لا حياه لك مني كتمشي امك. دابا ها انت دابا الناس كيلوموا زاهره، ديروا راسكم في بلاصه زاهره الله يرحم لكم الوالدين. ديروا راسكم في بلاصتي، مني تلقاو راسكم باغا تشري حوايج العيد وما عندكش باش غتشري حوايج العيد، باغا تشري كتوبه ديال المدرسه وما عندكش، باغا غير طابليه تاع المدرسه ما عندكش. يعني لا عائله لا حنين لا رحيم لا علم الدق لا حتى شي واحد، راه ما كاينش اللي غادي يحبك من غير ميمتك فهمتي. انا الاب ديالي تزوج وعلى 40 يوم
ما عشت حياتي. بغيت با بغيت با بغيت الحنان ديال با، بغيت عندك با، بغيت نقول لي با خاصني با خاصني، ولكن با كان مع مرتو، يعني ما غاديش يشوف فيا انا. صافي تزوج باغي يبني حياته، ما لقيتش لي رش انا اخويا، لقيت لي غير اللي شدني ويديني طريق الهلاك. عايز غير اللي يشدني من يدي ويقول لي اجي زائرا البليه فيها وفيها والبليه وفيها وفيها، ونصفر وانت ديال بنادم، وما كنقولش راه كاين الله سبحانه وتعالى والحمد لله. واخا كنت كندير شي حوايج ديال الحرام وانا فيهم، وكنقول يا ربي يا ربي دير لي شي مخرج ديال الخير، يا ربي دير لي شي تاويل، انا ما بغيتش نمشي بهذا الطريق. وانت عالي وعالم بيا، حيت ما ندقش على خوتي وما مزوجين. اخويا عندي خوتي مزوجين كاملين، يعني رجالتهم، اختي واحدة مسكينة اللي كترضى بيا وكتقبلني وكتدخلني عندها، الاخرين كي رجالتهم يقول لهم لا ما تدخلوهاش، لا راه مبلية كتكمل كار، ولا هادي فيها على هادي تاركة، لا عائلتي ما كاينش اللي غيرضى بيا، انا اخوالي لا عمامي لا حتى شي واحد ما عمرو مرضى بزايرة، ما عمرو ما شاف بزايرة، ما عمر شي واحد ما حن في زايرة. زايرة كانت مسؤولة على راسها، يعني خاصك تشري راسك وتكسي راسك، وهزات راسها بنت 13 عام، والحمد لله الحمد لله عطاني الله دوك الوليدات هذوك، راه ماشي هذاك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، كنحمد الله سبحانه وتعالى اللي عطاني دوك الوليدات، حيت هذوك الوليدات هما الخير ديالي، هذوك راه ماشي آدانية وماشي أم عزيبة يعني فاسقة ولا ديالة ولا دي، أم عزيبة اللي جمعت ولادي، جمعت ولادي وماشي الخطأ ديالي أنا، ما تلومونيش أخوتي، كنطلب من الناس ما يلومونيش، حيت أنا كضحية، أنا كضحية ديال المجتمع، ضحية ديال بزاف ديال الحوايج. لا خويا أنا وقفت معايا واحد الدرية قالت لي فاش كتحامل بولدي الثاني يلاه عنده 3 شهور، قالت لي يلاه زائرا ندك غتحيدي الدري، وهربت لها من عند الطبيب، هربت لها من عند الطبيب، وبقيت كنعس في الزنقة وكندير أخويا في حي السلامة، كنت كان واحد الكامية مبلاصي تما ما كيحيدش، كنمشي كندير كارطونة تما وكنعس فيه ليل كامل، وكانت زائرة كتوحم أخويا وكتشوف الناس ما نسمعش كبتي، وخا الوحم ديالي داز وكنشوف شحال من حاجه كنتشاو هادي، وربي كان معايا، ما كنقدرش نشري شي حاجه ولكن ربي كان معايا. ولدت داك الدري شديته من انا خويا فاش يلا كان ولد ولدي، كنوض اخويا باقا ديك الساعه يلا والده، ما كنقول الطبيبه تسني بلاتي ما تقربي ليا ما والو، تنشوف ولدي وكنهزو وكنشوف ولدي ونعلم راه ولدي، وكنقول هذا ولدي ونشدو وكنحس بكبتي، وانا ولادي اخويا اقسم لك بروح الرحمن، ولادي قبل ما ينعسوا وكيبوسوا لي يدي وكيبوسوا لي راسي وكيقول لي الله يسهل عليك امام، وقولي لي انت تشي الله يرضي عليك، انا ولادي مربيهم على الحنان اللي تحرمات منه صغير، زهرة تحرمات من الحنان ديال الاب ديال العائله ديال الام ديال كل شيء، عاشت وحدانيه صغيره بالزنقه، كانت حياتها التشرد العذاب الضياع، ما كانش كيسول فكره، ما تلوموش اي وحده كتخرج للزنقه، راه بالخصوص الشباب ديال المغرب كيضيع، راه ماشي كده الخاطره، راه بالوالدين كيتيتم من الوالدين ديالو، كيلقى بنادم الفقر، الفقر اللي ما عندكش ما تاكل ما عندكش ما تشرب، الدريه ما عندهاش غتخرج 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 للطريق، غتمشي تقلب على خدمه، دابا هي الخدمه تقلب على خدمه، قال الخدمه يدقهم يقول لك لا ما عندكش نيفو باك ما عندكش ما كايناش الخدمه، راه ماشي لقينا الخدمه وحنا وخرجنا للطريق، انا السبب ديالي الزيغه والبليه والوفاه ديال الام ديالي، وما لقيت لا حنين لا رحيم. انا بالنسبه ليا دابا انا خويا راه قلتها لك قبل ما نصوروا في هذا الفيديو، قلت لك اخويا انا ما بغيتش نجبد هذاك الماضي ديالي، سرني الله وفضحت راسي فهمتيني اخويا، ولكن بغات تبدل زائره، انا نسيت هذيك زائره اللي كانت قديمه، نسيتها انا خويا بصورة البقرة، الحمد لله رقيت راسي بصورة البقرة اللي كنقراها كل نهار، وكنطلب من الله، الله سبحانه وتعالى كنبكي عليه وكنطلبه في صلاتي وكنقول يوقف معايا، وراه ما لقيتش من غير الله سبحانه وتعالى. وكاينين شي ناس في برا محسنين الله يرحم ليهم الوالدين، وقفوا مع زاهرة الله يجعل ربي يسر ليهم دنيا واخره، واخا كاين شي ناس كيتفلاو عليك حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، خليهم هذوك منهم اللي خلقهم. رسالة المحسنين الله يرحم لكم الوالدين،
الله يرحم لكم الوالدين قد ما وقفتوا مع زهير، الله يجعل ربي يوصل عليكم في ميزان الحسنات وربي يعود عليكم في وليداتكم. الله يرحم لكم الوالدين، وقفوا معايا باش ندير لا دي لولادي، وقفوا مع ختكم ديروني ختكم، وقفوا معايا باش تنسى زهير ديك زهير اللي كانت في الماضي، ودي ما ديروش هادشي على قبلي، ديروا على قبل وليداتي، ديروهم وليداتكم هذوك الوليدات. الله يرحم لكم الوالدين، وقفوا معايا باش نبدل حياتي، باش نزيد لقدام، ما نرجعش للور حاشا واش نرجع للور، نعصى الله سبحانه وتعالى حاشا، حيت اخويا عطيت عهد الله سبحانه وتعالى قدام المسجد، عطيته عهد قلت له سيدي ربي عمرني نعصاك، حيت ربي هو اللي معايا في اي حاجه. والله يرحم لكم الوالدين، وقفوا مع خاتكم، ديروني خاتكم، ديروني بنتكم. والله يرحم لكم الوالدين، اي دريه كتشوف فيا خذي العبره مني، ما تعايرينيش كنشوف كومونتيرات الناس كتعايرني، ما تعايرينيش اختي، ما تعايرينيش، وما عمرك ما تعايرتي بنت الناس، وما عمرك ما تشوفي اللي تشوفها في الدنيا كيتبلى. طلبي السلامه ودعي معايا، قولي يا ربي تعفو عليا واستافدي مني، ماشي غتستافدي مني انا كندير شي حاجه مزيانه، ولكن استافدي من القصه ديالي، استافدي، ما تيقش في شي واحد اللي جا قال لك انا باغيك وانا كنبغيك، قولي عندنا دارنا ودي لداركم، وحاولي والديك ما تلوحيهمش.